سونغول كما تلقاونا ايضا على البث المباشر في يوتيوب نفس القناه تاع يوتيوب سونغول. اليوم نعود على اخر المستجدات في البطوله الجوله اللي تعديت من البطوله برشا احداث رافقتها باش نحكيو فيهم بالتحليل والنقاش مع ضيوفنا اليوم في البلاتو عمجد القبنطيني. مرحبا. صباح الخير اسلام، مرحبا بالحضور والتحيه للساده المستمعين. احمد الصالحي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اسلام، انا اليوم في البلاتو راني ساطلق النار على الجميع دون استثناء بما فيهم انت. صلي على النبي خويا، تتحلف فيا من البارح حتى نهايه اسبوع حافله بالتصريحات وبالتدوينات. صراحه كل واحد يتحمل مسؤوليته كامله. وانت خويا ما عندكش مجامله؟ انا لا اجامل ولا اعطي. اني صلاح عياري اهلا وسهلا. مرحبا اسلام، مرحبا بالحضور والساده المستمعين. دونك خليته الاخر مختار دابوس نجم الويكاند، عنده ما يعلق عنده ما يوضح، لازم يتخبى تحت الطاوله، لازم يتخبى تحت الطاوله. مختار دابوس اهلا وسهلا. اهلا بيك اسلام، مرحبا بجميع ضيوفك ومستمعين ومشاهدين مسك فام. والله يوصل لي انا راه مش من عادتي لا نوضح ولا نتخبى زاد، راهو انا موجود نخدم على روحي. طلب مني اسلام باش نكون ضيفه، مشيت انا اللي انا ما نقراش، ما عنديش فيسبوك راهو. باش نحكيوا على باش نحطوا العباد اللي تسمع فينا تفهم، برشا من جمهور الكلوب تقلق على الكلام اللي قلته خاصه في فتره سليم الرياحي في التصريحات نتاعه. انا غزلي، انا فما زوز انواع، مش نحكي على الجماهير بصفه عامه الرياضيه، فما نوع من الجمهور ذكي يعجبني، عرفنا انا وسلام نعملوا في البوز وعدى، وفما نوع اخر حسها وسب. انت تصريحك نتاع بوز معناتها مش حقيقي. شنو نعمل في البوز؟ نحكيو على حقائق. تي بوز يتسمى بوز تاريخي. هو بوز نحن جايين انا وياك مقابلين بعضنا، ما تحبش زاد الحوار يتعدى ينبرشي. واضح ولا حابين حوار يكون وضعي؟ انا راي من عادتي راني اذا نجي ونسيب خدمتي وموجوده هنا بحذاكم راني باش نقول الحقيقه، لا عندي مصلحه لا ناخذ فلوس لا حد شيء، قلت حقيقه واقعه والعباد كل تعرفوها، وباللي كوروا بانيس باللي تصوروا بعد مجيد بالعباد الكل تعرفوها واقع. كرتنا التونسيه والافريقيه مريضه فاسده، قلتها ونعاودها وديما نقولها. العباد يمكن تقلقت مشي حضرنا في وحش الشاشه ماكر من لاجيم، ما عملتش برشا ماتشوات في انترناسيونال، قالك طلعت نقيت رقص. معنى انا تو مختار دابوس كي حكيت وراني ما حكيتش على بالماريس كبيره نتاع نادي افريقي، خذيت مهمه نتاع الرياض وما قلتش راني انا عندي التاش الفلانيه، قلت راه يقولوا لي الصباح كي نجي راه طلبوا كذا وكذا، ما قلتش راه جبنا لا عملنا لا حد شيء. انا تعرف اللي نحب نقولها انا هنا سلام، فما دي باج، انا فما باج قررت صايب باش نشكي به ومن بعد باش نشكي به باش نثبت اذا كان كلوبيس بالحق باش، واذا كان مستاجر خاطر هذوما شفتهم اليوم متخبيين. تلومش الناس على ردة الفعل. لا احمد تصريحك خطير وخطير جدا ولا يعكس قناعاتك البت. انا بالنسبه لي انا وفي للنادي الافريقي. انا اسمعني عاد تصريحك راهو غير مسؤول. يصال انا موجود هنا مانيش محب للنادي الافريقي. بالله النادي الافريقي انا بالنسبه لي انا في الستاد نبدا محب للنادي الافريقي. انت النادي الافريقي تشري الحكام في عاد سليم الرياح. لا ما قلتش. وين وصلت النادي الافريقي؟ لا ما تعدتش الدور المجموعه. انا راني انا ما قلتش شرينا حكام. راهو عادي هذه موجوده، الاولاد يعرفوها واللي دخلوا يعرفوها، موجوده في الجمعيات الكل. الحكم الافريقي وقت اللي يجي لمصر ويجي لليبيا ويجي للمغرب ويجي لتونس راهو عنده حفله، راهو ماذا بيه يجي يتفرهد. هذه راهو واقع، مش نحكي فما دي دوغري نتاع حكام يجيو للافريك لتونس راهو جمله ما تراش وجههم كان في الستار. مش الجمعيات، مش الجمعيات توصلوا تفرهيد توفروا. نكملك راهو الجمعيات تاخذ شارج الاربيتر من نهار تليابت للطياره نهار اللي يروح. هذه نقوله لك بالنسبه لي انا شفت في الوضعيه هذه الكل حاجه برك باش نقولها، باش نعتذر من الكلوبيستية الأحرار، منهم أصحابي المقربين. لا الكلوبيستية كلها علاش الأحرار بذات؟ تعتذر معناتها تعتبر روحك غلط؟ لا نعتذر لخاطر أنا حسيتهم مو تعرف الكلوبيست اللي يبدا كلوبيست بيور يقول لك شبيه مختار حكاية هكا ما فما أنا نادفرسير مقابلنا يستنى في كل حكاية. الحقيقة ما عملتهاش وضعية الكلوبيستية الأحرار اللي هم أصحابي المقربين. وصلوك برشا تليفونات لموك؟ لا والله لا الناس اللي فيك أكيد لموك. أنا ما عنديش فيسبوك وما نقراش. لا ما قلت لك الضغوطات حتى أصحابك معناها أغزل الإسلام. الحاجة الوحيدة اللي عدوها لي فما باج هدت ديجا مع حتى أنت وصلك تهديد فهمتني، هذه راني باش نتبعها قضائيا. هذايا
انا بالنسبه لي انا من المنبر هذا نعتذر لكل بسيه الاحرار منهم اصحابي المقربين اللي كلموني من سما يعتذر جمهور النادي الاهلي بصفه عامه لانك انت اساءه النادي وتاريخه. فما كلوب السيه حرار ما راهو مش شيء مختلف بالصوره. شنو مقياس كل الحرار والمش حرار؟ لا لا انا نعرفهم الوطنيين مش وطنيين. انا نعرفهم اي لا عادي يا مخشش تصريحك غير مسؤول. انا بالنسبه لي انا تصريحي انا تصريحي موجود واقع حكيته كوتي اربيتر كوتي كلوبيس. هاني من توا من المنبر هذا نقول نعتذر للاحرار اصحابي سيرتو اللي تمسوا واللي قالوا لي يا مختار راهو ما يجيش تتكلم كلام كيما هكا. انا نعتذر لهم اليوم هما برك. بالنسبه للبقيه نزيد نشجعهم على السبان وعلى التهديد وراو جاو في عنوان غلط. راني انا يوميا نبدا في المحكمه. فما شكون قال لي ما مختار مش كلوبيست مختار صفاقسي؟ لا لا عمري ما كنت صفاقسي كلوبيست بير. انا ولد باب سويقه مو خلي انساني نجم انا ولد باب سويقه وكلوبيست مولود في باب سويقه ونحب النادي الافريقي متيم. هذوم اللي ورا الصفحات وقت اللي انا موجود في استاد 92 وعاد سليمي مركز السيابي انا موجود في استاد. معناها هذوما راهم جدد يحبوا الكلوب وكل واحد وكل واحد. انا حكيت تصريح انت استدعيتني كحكم ولا تكلمت كحكم توا حاليا في المنبر هذا اني نحكي ككلوبيس. نعتذر لجماهير النادي الافريقي ما عدا بعض الصفحات اللي وراها مرتزقه ومرتشين. انا نقول لك مانيش باش نعتذر لهم وراهم تصبحهم قضائيا. وبعد كان طلعوا كلوبيسيه تون سامح. أني عشت حاجات من النوع هذا أنت في الأفريق متاع بيع وشراء أكيد لعب برشا مقابلات في الأفريق. بيان سيو ثماش كوارجي ما عرفش شنو البيع والشراء لكن الحقيقة كي موضوع يخص جمعيتك سيرتو هذوما كواليس الحقيقة ما فيهمش بدعة ولا فخرة حاجات تعيشهم سيرتو كي تبدا حاجة صارت لك في جمعيتك. يعني ما نصورش حتى كان باش تنور الرأي العام بتاتر هو يحكيك حكم عادي جدا نحكي على بعض الطرائف على بعض القصص على الحاجات لكن واحد الحقيقة في يسيرتو في الكلوبة ما يرحموش وسيرتو كي تقول أنا كلوبيست سيرتو تعرف كونكورنس ما بين الكلوب الاسبيرانس اللي ديتاي هذوما نوعا ما يعملوا بوليميك يقلقوا لكن هو قال اعتذرت عادي جدا باش تعتذر لكن الواحد الحقيقه ما عادي يحاول ديما يتريث شويه في تصريحاته يعرف شي خارج مفهومه هو ما يحسبهاش مختار اللي فما يقول شوف ثم حاجات تتعاش عشنا ما تعس من هكا ثم حاجات الحقيقه ما تخرجش للعلن ولا للجمهور حاجات ما فيهمش فخره باش تحكيهم لانه ذي كره القدم حتى على مستوى عالي راه ما نحكيش على تونس والحكاية هو راه موش جديد بون هو عنده كانت الجرأة باش يحكي فيه لكن حتى على مستوى عالي رينا البيع والشراء ورينا في بطولات كبيره يعني عادي جدا بالنسبه لي انا بالنسبه لي هو الحقيقه ما نعرفش علاش تسرع علاش قال الكلام في وضع انه الكلوب تو من بلي با. وعلى فكره لو ما حكيناش كان على الكلوب حكينا على الترجي وقائع حكينا على السي اس اس وقائع حكينا على ماتشات اخرين لكن حكيت الكلوب كبرت اي كي تجي من كلوبيست تشوف في نقول لك تبدا انت ابن النادي تتسمى متيم بحب النادي ديما تلوم عليك العباد تجي من حد اخر الحقيقه يقبلوه وعادي جدا تعدى ان بيرسو لكن كي تجيك من ولدك ولا تجيك من انسان هو لا بيتر كان معناتها سبونتاني حكي على بعض لكن الحقيقه مانيش انا باش نعطي دروس لهنا ما شاء الله عليه عنده من الاكسبيريونس عنده في المجال الرياضي عنده سنوات لكن سيرتو في الاستقرار النادي الافريقي الموسم هذا يلوج على الاستقرار تولي بلان كي سوسوا تكنيك كي سوسوا اداري يعني يحاول يبدا مستقر باش يعمل عام باهي تصريحات هذوما بتقدر تعمل بوليميك لكن الحقيقه انا ما نتصورش انه عمل هذايا على يعني سوء نية ولا حاجته انه بشي مس اطراف معينة تقال الكلام لكن مستقبلا الانسان يعرف ماجد انت كيف طبعا نرجع لك احمد ذا تحب تعلق انت من بكري من بكري بحظة بس سيوفك لا مش عطيني معلم ماجد قلت لك عشت انت حاجة هكا زي ده انا اقول نجحت اسلام باش تعمل بوليميك وتعمل بيز بمختار احنا هدفنا هدفنا نكشفوا حقائق اكثر من حاجه اخرى الحاجه اللي نجحت فيها خاطر اليوم الناس كل تتكلم على الكلام اللي قاله مختار واكيد نتفاهم على جمهور النادي الافريقي يحب ولاده يحب معناتها ويحس اللي مختار منه هو واعتقدش انا مختار عنده نيه باش يسيء لجمعيته ما نعتقدش الكلام اللي قاله معناها بطريقه شوفها سبونتاني ومعناها شفنا هذوما حاجات ديموني كورونت ما تصيروا حتى في الاوروب معناها ديزاربيتر ما تجي وانا شاطر مختار معناتها في كل الجمعيات وقت يجيو لي ديزاربيتر باش يزفروا في الافريق الناس تقرب لهم في الترجي موجود في كل الجمعيات موجود
علاش في الترجي في كل جمعيات معناها الاربيت وقت يجي يلقى استقبال يلقى حفاوه يلقى ناس تلهبيه اكثر هكا هو تقف غادي مش يقولوا له ربحنا ولا زفرنا بيلانتي ولا حاجه صارت لنا حتى في 2004 الاربيت وقت جاوا زفروا في تونس في ليكيب او نيفو ليكيب ناسيونال وقع زاد استقبالهم بحفاوه كبيره برشا وانا انا واحد من الناس كنت حاضر على الشيء هذا دونك تصير في الاونيفو مجد استقبالهم ولا اللي تحكي فيه حاجه بعيده ما بين الاستقبال وما بين البيع والشراء تفترق الامور الاربيت ضد نيجيريا اعطانا بلانتي من عندك اثباتات انه لا لا, لا, لا نرجع للصور مش موجوده الاربيتر وقت ضد نيجيريا ظلم نيجيريا ما يغلطش الاربيتر ما يغلطش ما يغلطش كما غلط البارح الوريتاني في ماتش ستار دز ما لا هذه تصير انا مش معناتها انه يعني مش تشريع يعني هو يحكي لك على بيع وشراء هذوما حاجات يصيروا مجد راني كي فسرت لهم البيع والشراء البيع والشراء راهو تعرف شكون تباع وشراء في تاريخ الافريق كوكو خمسه نتاع مازيمبي هذاك قال راني خذيت فلوس وخذ فلوس معنا طريقة التحكيم نتاعو ظاهر عبد خذ فلوس هو قال هكا بس نورمال ما قالش لا لا عندي سيركوي نعطيك المونطول خذ كوكو خذ 150 الف دولار هو من عند رئيس مازيمبي انا قلت لك انا عندي سيركوي اللي هو قال قال مقربين من الترجي راني خذيت فلوس انا مانيش باش نقول لك شنو هذا السيركوي نتاع 150 الف دولار وحده شخصيا من عند شكون من عند مازيمبي 150 الف دولار تشري كوكو في الماتش هذاك راهو تعرف كي تشري 150 راهو كي ترى اتاك الترجي الاتاك نتاع الترجي من جهه هذه الكاميرا تصور في اتاكون الترجي يجري وكوكو هز كوره اخرى وحاطتها بيلانتي ومخرج بالمنصور حمراء هذه شريان اما باش تقول لي بورتابل بثلاثة ملايين باش يحط فيها بيوس يكلم عائلته باش يروح بيه هذا راه مش شريان هو بيدو مسكين ما نجمش يتشريه بالطريقه ستان كادو باش خويا حتى على فماش علاش فماش علاش لا لا فما علاش فما علاش فما علاش نقول لك انا فما علاش هذا مش شراء هذا كادو تسمباتيزي مع الاربيتر نسلك انا اسلام الاهلي والمصريين بصفه عامه ما ياخذوش ما يحطوش الاربيتر ما نعرفش نحكي على المبادئ نحكي على المبادئ يحطوا وقت وصل لكجع في على رئيس الجامعه نتاع المغرب قد شوف كيفاش الفرق المغربيه وين وصلت وين مشيت موجوده هذه لي زافريكان يتشريو لي زاربيتر افريكان بصفه عامه سيتو لي زافريكان بصفه خاصه يتشريو ويربحوا الفرق راني نكمل معاك بسرعه احمد انا في تقديري تصريح المخ كان تصريح صادم لانه جاء من شخصيه من اكثر المدافعين الشرسين على حقوق النادي الافريقي وعلى مصلحه النادي الافريقي هو اعتذر المخ نلقاو له عذر لانه يقعد ابن النادي الافريقي والمتيمين بحبوا النادي الافريقي يحب يزيد يغرق فيك راه لا مش يغرق فيه شوف احنا سوا نبرر تصريح غير مسؤول اساء المختار نفسه واساء للنادي الافريقي اما نلقاو يقصدش خاطر ما فيش الميشونس تي ما نتصورش انا مختار باش يسيء معناتها يكون عنده نيه انه يسيء للنادي الافريقي هذه حاجه معروفه لانه اكثر الناس اللي دافعوا على حقوق النادي الافريقي واللي خاضوا معارك حتى في البلاتويات من النادي الافريقي بتاتر احنا ساعات راهو في فورتك الحماس والاكسبونتانيتي يقولوا حاجات ما نقدروش وقتها كيفاش باش تكون الرياكسيون كانت رياكسيون قويه واساءت نوعا ما للنادي الافريقي لكنه اعتذر لك يقع شأن بينه وبين جمهوره وبين جماعته انا اعتذر من روح للجماهير النادي الافريقي المقربين اصحابي هاني ما عادش باش نمشي معاكم ما عادش نقعد بحذاكم حتى نتعرض عليا وفهم امكانيه نولي مكشق خلطت خويا نعتذر هذه جماعتي والعباد المقربين نتاعي تعرف شنو مكانه النادي الافريقي في حياتي حتى الخاصه عذرا لجماهير النادي الافريقي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون ما عادش باش نقعد جمله مع سلام ما عادش نعمل معاه حتى بودكاست وعنده مشروب يمدهولنا قبل البودكاست ما تشربش منه انا طلب مني قلب جامع حوار تو كي شفت عمل معاك هرب لا وباش نمد لك مشروب في الاستوديو باش نمد لك مشروب خليه على جنب ينومك لا مش ينومك يا ربي خشي زاد هو سلام انا ريت عملت تدوينتين بصراحه صدموني زاد التدوين الاولى يحكي لحمدي العبيدي يقول لك وقت اللي انت عندك حمدي العبيدي كيف لك ان تبحث عن مهاجم يا اخي خليها في وقت حمدي وقتك اليوم قول لي خويا وانت كنت بحذاك احمد صالح خلينا نبداو بالترجي الرياضي التونسي المقابله البارح بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي 2-2 في المباراه مقابله اثار جدل تحكيميا خاصه نرجعوا لها بعد مع مختار دبوس في المافيوري لكن قبل خلينا نحكيو فنيا على الماتش نبدا معك مجد كيف شفت الترجي البارح ساعه المقابله كانت مثيره برشا معناتها فيها ريتم زوز فرق
ساتونزيان لعبت بذكاء برشا خاصة شوتولاني تقريبا الترجي عطاها الكورة معناها عطات الكورة الترجي باش تلعب كما تحب هي لكن ما كانش سيطرة معناتها كانت سيطرة عقيمة ما خلقتش دونجي على الملعب التونسي بالعكس الملعب التونسي كان ذكي لعب على أخطاء الترجي التونسي الدفاعية ونجح فيها عرف كيفاش يتمركز ويلعب الترانزيسيون سجل زوز أهداف وأنا نحب نحيي أمرو بكل أمانة معناها يعطيه الصحة معناها بعد الهدف ما حبش يحتفل احترام لجماهير الترجي التونسي معناها بريمون فربوا عليه معناها ملعب اخر نعرف خرج بالطريقه هذيك اللي وانا قلتها ترجي وقلتها لكم الترجي زرب كي خرج أمارو قلتها لك في الاسبوع اللي فات قبل ما تلعب الماتش دونك احترام لجماهير الترجي معناها موقف كان موقف معناتها فريمون رياضي يعطي الصحه وبرافو عليه شوتولاني ساتونزيان معناتها يستحق التقدم نتاعو معناها زوز اخطاء ضد في النيفو هذايا الاسبيرانس تعمل اخطاء ضد مستقبل سليمان بالطريقه هذيك وتزيد تعمل خطا الاولاني وخطا الثاني هذا مش مقبول جمعيه تلعب وتراهن باش تمشي للشامبيون افريقيا بعيد هذوما اخطاء معناها لابد مرجعتهم ثم الحاجه اللي حاب هنا نحب نحكي على المدرب تو المدرب يعرف اللي الوسط الترام تاع الترجي عنده مده مش قاعد يكربيري مليح الكره مش قاعد تخرج بسرعه معناها البروفيل نتاع روجي وتقى مع دربالي مش ماشي وكل مره وين يعمل تغييرات يتصلح مع كوناتي مع لاري عزوني علاش هل ما انت تحس به عنيد يعاود نفس الاخطاء يعاودهم بعد في الشوط الثاني يكتفي يصلح في الميدان والماتش اللي بعد يعاود نفس التشكيل نفس التشكيله ونفس هي معناها ضد سليمان معناها تلعب باربا بيفويت وتعاود تعمل شونجمون وشفنا كوناتي دخل وسجل شفنا كوناتي في الزيميتون معناتها كيفاش بدل اللعب الترجي التونسي هذا لونتيتمون نتاعو انا بدي ما قاعد متفاجئ به بون زيميتون تقريبا الترجي سيطر على كامل زيميتون اعتقد ان التعادل معناتها مستحق بالنسبه لزوج جمعيات المقابله كانت متوازنه شوط بشوط الملعب التونسي برافو عليه معناها الشوط اللي قدمه شوط لاني نموذجي في الفريق اللي يلعب بطريقه ذكيه برشا يعرف كيفاش يسكر يعرف كيفاش يقف منيح يعرف ينجح في الترانزيسيون نتاعو خلى البوزيسيون للترجي التونسي لكن ما كانش خطيره عليه الشوط الثاني بالطبع الترجي التونسي معناه مع تغييرات ومع تراجع الملعب التونسي اللي تقريبا ما خلق حتى اوكازيون زي ميتون تراجع على الخلف اكيد وقت تقبل اللعب اكيد باش تقبل الاهداف بلايلي ما تشوفش كان من الافضل يكون يتم تغيير حسينا كان نوقف في الاخر فيزيكمون البلايلي والا ما يتمسش يوسف البلايلي شوف سي لو بلون فيزيك البلايلي ناقص برشا خدمه هذا انا حتى من الاول حتى في التمارين شفته مش معناتها تحس اللي هو خذا عنده امبوا زيد ماشي انه تزير وما كانش مهم مع المجموعه وزيد خلفه معناها عرف كيفاش يوقفوا خاطر وبلايلي شفنا وقت في بيميتوم شاف الوسط ما قاش روحه خاطر في الوسط فما دونسيتي برشا في الوسط التيران دوميتوم وقت مشى على اليسار كان احسن خير بلايلي مازال خدمه برشا يتسنى فيه على سي لو بلون فيزيك مي ديما نقول لك بلايلي معناها ديما يقعد لاعب انتو شابل سايب لونتونور باش يخرج لك قبل المعين كان يخرجوا يعرفوا كي يقف بلايلي والا يطبس مع تظاهر وقف فيزيك ما عادش ينجم يزيد كل واحد الرؤيه نتاعو كاردوزو نواخر ومعين نواخر كاردوزو ربما يشوف بلايلي حتى كي يبدا باش يفور ما يلزم سيرون جيست ولا اكسيون يعمل لك الديفيرنس هذاك علاش ديما لونتونور يخمم على الملاعب اللي يبدا عنده بوتونسييل معناتها تكنيك اقوى من الاخرين يحس حتى في دقيقه يجم يعمل لك يبدل لك الماتش احمد اني سامحني ملعب التونسي شفناه بزوز وجوه كأنه في المقابلة البارح شفنا ميتون لول ممتاز الفريق واقف مليح حتى في ترانزيسيون فريق منظم جدا لكن ميتون ثاني قبل اللعب ترجي عطلت وكانت تجب حتى تفوز المقابلة بون كان ترجع تشوف الماتش بتاع البارح نموذج للماتش بتاع اليسما بتاع الروتورة عملنا بون بريمير ميتون بعد ترجعنا وهذا ناتج لأنه بعد كي تحل قجر باش تحاول تشوف أدوات جديدة تغير وجه الفريق ما تلقاش لأنه الحقيقة ذاك هو اللي متوفر عند مير بون لهنا يرجع الميريت تاع مير انه يقرأ ليز ادفرسير متاعه بالكداء يبدأ مليح الماتش لكن بعد مع مرور المباراة مع يزمك تعمل تغييرات دي شانجمان يقف مير لأنه الحقيقة ما عندوش أدوات وما عندوش ملعبية يعوضوا الملعبية اللي بشي يخرجوا ديما نبنيه على الميتالول كان بيرفكت بالنسبة للستاد تونيزيان ككل الروح الاجريسيفيتي ديسبلين تكتيك باللي مويان اللي موجودين مير وجع الترجي التونسي وصل ولعب زيد على الفاي اللي موجودين في الترجي التونسي
ستاد تونيزيان قعدت محافظة على نفس المنهج، لا تهاب أي فريق حتى في أتعس ولا أصعب الظروف وقت الحالي اللي برشا كريتيك، لأنه ما صارتش انتدابات قيمة تنجم تعوض الملاعبين اللي خرجوا، لكن محافظ على الثوب نتاعو ويحاول ديما في اللي ماتش الكبار واللي ديربي يكون موجود. ديزيمي طون اكيد جدا انه الاسبيرونس باش تعطي بالثقه نتاعها باللي شونجمون اللي موجودين، ملاعبيه دو كاليتي، ملاعبيه حبوا يرجعوا في المباراه، اكيد حبوا يرجعوا الترجي، لكن زاد الاربيتر زاد عطاه فرصه انه الترجي يرجع في المباراه، لانه كان يعني غير تونجي مع مختار غير نتيجه كل شيء مربوط ببعضه. تمسك الملاعبيه مورالمون بعد بيانتي بيان سور، يتمسك الملاعب من لاعب كره يعرف انه يتمس بون. من بعد سو البلان تكنيك الحقيقه قاعد يجري مير، قاعد يمشي بالمباراه، تحاول يغير كل شيء، هبط بالثقه نتاعو. اللي عاون ستاد تونيزيان هو كاردوزو البارح، باش ستاد تونيزيان سيفري عمل ماتش كبير، لكن كاردوزو زاد سهل علينا المباراه كسوا في الشوط الاول وحتى في الشوط الثاني. كان جت عنا اليات وعنا ادوات. الشوط الثاني كيفاش؟ شفت الترجي افضل في الشوط الثاني بعد التغييرات. ايش نقول لك حاجه، سهل علينا، كان جاي البارح ثم ديزاتو على البنك يوجعوا في الترانزيسيون رابيد، الاسبيرونس نجم تمركي الثالث، نجم تمركي الرابع، لانه البارح الفراغات والمساحات زي ما تو موجود. استاد ما وصلش حتى 16 متر. اش قلت لك انا؟ قلت لك ميتون ليه؟ ليه انا بالعكس هو 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 صلح في ديزيميتون مع كوناتي مع اللي يعزوني الكره ولات تخرج مليح. ايش عملت الاسبيرونس؟ شو عملت؟ تقريبا استاد ما تقدمتش راهو ديزيميتون. باش عملت الاسبيرونس؟ طلعت بالثقه نتاعها. ايه؟ ثم مساحات. ايه؟ انا اش قلت لك؟ ايه؟ قلت لك ماهر كان جا عنده فلق جر ملعبيه راهو ريسكا وخذا الانيسياتيف وراهو ضرب في ظهر ليزاريا لاتيرول اللي موجود اللي ماهوش موجودين. الكره الوسط التيران تاع الاسبيرونس انيس تبدل. فاش تبدل؟ اولا في البوزيسيون دو لابار خير ولات فيرتيكال تمشي لقدام ما تمشيش لاتيرال كما كانت يلعبوا، والثقل اللي كان موجود بيميتون في الوسط التيران تحسن، دونك شوالات اسبيرونس تضغط وطلعت عالي اكثر. تقريبا الاستاد ما عادش ينجم تخرج بالكوره. لا ما تخرج شوف شوف يا مجد يا مجد ما وصلتش نذكر الماتش مليح مليح. ما فيش حتى ترانزيسيون زي ما تقول. ابش قول لك حاجه ما عادش رجعت الماتش ولا ترانزيسيون رجعت الماتش حتى ترانزيسيون عكس بيميتون. ابش نذكرك ومارو خرج مرتين. وين خرج؟ خرج مارتين بالوبي وتعدى وخذ الانيسياتيف وتعدى. ما يخرجش كمل لك عاد مجد يا اخي باش تعاركوا احنا على شكون قادر نحكي تكنيك. ماهيش التراجي ولا جوست بيميتون خلقت اوكازيونات. ليه خليني نفسر لك. قلت لك ولا ما حبيتش تفهم جوبا انت. حبيت نحكي لك ماهر كان جات عنده ادوات روجعت زيميتون، لانه بعد طاح بيلي سو البلان فيزيك لانه عمل مجهود كبير مع خلفه رجع ولا دو كونتر دو من بعد في الترانزيسيون ما عادش ينجم يعطيك السعفي العجيلي مفشوشه طاح ما عادش ينجم يعطيك بروفوندور. هنا سي هو عنده على البنك نفس الادوات اللي كانت موجوده بريمير ميتون في السرعه في الاستراتيجي يغير لك نفس المنهج، لانه من بعد ومارو ريني با مال دو فوا خرجنا توري خرجنا، اما من بعد كي يخرج اومارو بالوبي ويتعدى الليني نتاع الوسط الميدان نتاع الاسبيرونس كي يمشي يتكى على اليمين وعلى اليسار ما ثماش لي زاتو اللي باش يعطيوك بروفوندور تمشي لانه المساحات كانت موجوده. صحيح التراجي لي شونجمون اللي عملهم وكل شيء، لكن من بعد خليني نقول لك حاجه، الديسبلين تكتيك نتاع ستاد تونيزيان كانت منظمه برشا حتى في ديزاميتون لبروفوني انه باش تعرف انه التراجي لقى مشاكل كي ترى البليلي قدام لاكس نتاع الاسبيرونس ياخذ في الكوره اللي الحقيقه ما تستنجور كولوار يرجع حتى للاكس بياخذ كوره ثم مشكل. من بعد قلت لك الادوات سو لو بلون اوفنسيف ما لقيناهمش في ستاد تونيزيان، وهذا ناتج لانه ما عندوش لي مويان، مي لونسومبل نتاع الماتش الحقيقه ماهر عمل جيستيون باهيه، عمل ماتش كوريكت، ماتش منظم باللي مويان اللي موجودين عنده. ونوبلي با انه الاسبيرونس اليوم كي نحكيو على ارمادا، نحكيو على ماكوينا، نحكيو على بليلي نلقاوهم مع بعضهم، نلقاو الوليد كادا يذولي في يعني يوصل يهاجم باربعه خمسه. يعني لهنا الترجي هبط بالثقه نتاعو واكيد يحب يرجع في المباراه، لكن ستاد تونيزيان رغم ذلك ما عدا بعض الاخطار الجمهور داز بالباهي زاد. اي بيان سور يجي نقول لك حاجه في الماتش هذوما تلقى الجمهور نتاعك، لانه الاسبيرونس البارح الحقيقه دخل الدود في بعض الاوقات لكن دازت الاسبيرونس في الجمهور نتاعو. والحقيقه اسلام خلينا نكونوا واضحين، ثم جزئيات غير من المباراه ما نكونوا واضحين وعقلانيين وكل شيء، اغلاط في الكوره موجود، لكن البارح الاربيتر اثر على نتيجه المباراه. واضح جيت باش نتفاهم معك في النقطه مش مختلف مع شوف تاخو انت اليوم الجروب تاع الاسبيرونس مش مسموح الكاردوزو
باش يعمل بيرفورمانس كيما لعب ضد سليمان وضد بريمونتون تاع تونسيا. علاش؟ خاطر الهيئه تقريبا وقفت لي مير جوار اللي تجم توفرهم للمدرب. دونك هنا المدرب تولي مشكله مدرب كي الاسبيرونس ما تمشيش مليح، راهي مشكله مدرب مش مشكله لاعبيه، خاطر لاعبيه موجودين. هذه النقطه الهامه. النقطه الثانيه زاد اللي هي امبورطونت واللي لازم يفهموها، الملاعبيه زاد وقت تلعب في الاسبيرونس ما تجمش تلعب بالاسبري هذاك، الاسبري هذاك ما تجمش تلعب في الاسبيرونس، لازم تكون انوت اسبري، انيتا ديسبري مختلف. معناها كي تشوف بيميتون شفنا اخطاء فرديه، هذا مشكل المدرب. أيه هدف بن حميده خطا فردي، لميش في الدقيقه 20 عمل خطا اخر، معناها خرجه اخرى غلطه. انا شقلت قلت هذوما الاخطاء الاسبيرونس ما تجمش تمشي بيهم بعيد، خاطر وقت تلعب مع جمعيات في الاو نيفو في الافريق ما يسمحوكش. دونك مش مسموح باش تعمل اغلاط كيما هكا تكرر ضد سليمان، تعاود ضد الملعب التونسي. مي ديسبري علاش تبدل ديسبري؟ ديسبري نتاع بيميتون، ديسبري زميتون مش كيف كيف، وهذاك الاسبري الثاني لازمك تلعب به. هذيك الراش بالله اللي ما كانش موجوده بسرعه، في ثواني بسرعه تو نحكيو على شامبيونا الاسبيرونس مثلا. شامبيونا اللي قاعد يعرف في مشاكل دو ماتش على سويت، المدرب قاعد يغلط في التشكيله وقاعد يلاقي مشاكل، وحتى على المستوى الهجومي كنت موجود هنا ما عندوش اضافه على المستوى الهجومي، يعني عنده فكر واحد هو 4-3-3 ديروليير تكنيكمون الحقيقه ماهمش قويين برشا البلون فونسيف في ريكوبيراسيون. اوكي السيد هذا ما حبش يعني يمن ويعرف انه راني في الترجي الرياضي التونسي، انه راهو فكر الترجي وعقليه جماعي اسمها الترجي الرياضي التونسي هو الضغط العالي وايجاد الحلول الهجوميه. اليوم بال 4-3-3 ما يكون لادفيرسير، اوكي ترى البارح كونتر ستاد تونيزيان اللي ينجم يكون بال 4-3 اما مبارياته الكل ما يكون لادفيرسير. لا عمري لقيته يلعب بال 4-2-3-1 ويصنع صنع العاب في الترجي الرياضي التونسي، بالك يغير. يعني اليوم هو ولا ورقه مكشوفه فهمت. من بعد من بعد يحكي على التشكيله الاساسيه، هو يحكي من الاول. لا نحكي من الاول، نحكي من الاول ما عندوش انيسياتيف مدرب الحقيقه، خو ما نحبش نكبرها، لكن ما عندوش الجراه الكبيره انه يمشي لقدام. ينجم يوقف لك ايكيب سو لو بلان بلوك سو لو بلان ديفونسيف بلاسمون وكل شيء، لكن من بعد في صنع الفارق وفي الهجمات والتراجي يصنع اللعب الحقيقه واضح. التراجي تبلوكي له البلاي ويان ساس يقف. انت يا احمد كنت اول من حكي على كاردوزو وقلت حتى التراجي تسرع شويه في تجديد العقد نتاع كاردوزو، لكن البارح شفنا برشا انتقادات. صحيح برشا كانوا من جمهور التراجي وجهوا انتقاداتهم لكاردوزو خاصه على المستوى اللي ضرب به الفريق في مقابله البارح. احنا سلام كي نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، الهاجس الوحيد نتاعنا ان نشوفوا الترجي الرياضي التونسي من احسن فرق في افريقيا، وماناش ننتقدوا معناتها نكاله ولا شماته ولا كره في الترجي الرياضي التونسي، لكن الحقيقه اللي تبدا قدامنا نقولوها به تواصل عنا مع الكلام اللي كان يحكي فيه انيس. انت وقت اللي تلعب وتصر على اللعب بال 4-3-3 وانت ما عندكش بيفوات قادرين على بناء اللعب، قادرين على تطوير الهجمه، قادرين ان يهزولك الفريق لاخر مرحله لعب، هذه مشكله. به وقت اللي انت تعرف من عملوا عندك مشكله نتاع اريارات، اريارات في النقطه هذه على البنك عندهم لاعبين يعرفوا يصنعوا لعب. كوناتي كوناتي ما شاء الله عليه، معناها في كل مقابله الملاعب يثبت انه ملاعب مميز جدا، وفي الماتش اللي بعد يلقى روحه على البنك. يعني اساس ينجم يكون حل في وسط الميدان. معناتها محمد تفاعل معك في النقطه هذه. ما قام به كاردوزو في مباراتي سليمان والملعب التونسي، لو جاء مدرب تونسي لتم خرج بالدبابس، هذه حقيقه مؤكده وما يصبر عليها الجمهور. صفر شويه لو عندنا لاعبين وهم خارجين. انا نقول وين انت عندك اريوريت، عندك مشكل ظاهرين من الموسم اللي فار، عندك مشكل نتاع اريوريت متوسطين باش ما نقولوش حاجه اخرى. كيفاش انت تعطيهم كلوار كامل، انت تدخل لجوار دو كلوار بتاعك الوسط العمق التران، وتسيب لي كلوار البوشنيبه وبن حميده وهما ما عندهمش لي كاليتي هكا ما يتعدلك ان كونتر. تعرف وقتاش تلعب بالطريقه هذيك؟ وقت اللي يبدا عندك كارير دروا حاتم الطربلسي، طارق ثابت، سامح الدربالي. وقت اللي يبدا عندك كارير جوش انيس العياري في تومكو. وقت اللي يبدا عندك هو ذيك طريقه اللعب نتاعو، يدخل البلايل ويساس يدخلها من الوسط. شو راهو المدرب انت كي تدخل زاد الاريارات ملي جوار دو كلوار العمق، لازم يكونوا عندك زاد ملاعبين وسط الميدان يهاجموا المساحات الفارغه. هكا الكريتير معناتها الكاليتي هذه موجوده كان في اومارو، مش نجم وريناها البارح كونتر ستاد تونيزيان. المشكل شنو هو في الترجي التونسي؟ وقت اللي انت تركز لعبك كامل على البلايلي، البلايلي تلقاه في اليمين في اليسار ويرجع لي دو اكسيو ياخذ الكره. حتى هذه راهو يعملها البلايلي وقتها وعمره 20 سنه، وقت البلايلي في الطنبك نتاعو باش ينجم يعمل لك اللعب هذا. قص على كلامك سامحني.
راهو لاكت اللي عملوا البلاي اللي يجي ياخذ الكره قدام لاكس راهو تفسر برشا حاجات. انا بالنسبه لي انا ككوارجي ولا نفهم شويه في التكنيك سوا ديزون راهي فوضى تكتيكيه تتسمى شي يعمل ان جوير كولوار اللي يصنع الفرق ياخذ في كره غاد مشكل كبير هذا يفسر لك صحيح وقت اللي انت ادفرساري يلعب لك 4-1 4-1 وما طلعش ضغط عليك في المليو ترى علاش الدربالي ولا البليلي يرجع ياخذ معاد لي زاكسيو هذه قواعد ابسط قواعد كره القدم انت كوارجي وتعرف ان لي زاكسيو يحلوا بالعرض يعملوا ستريتش في التران وهما اللي ياخذوا كره ويمشيوا يطوروا بها الهجمه والملاعبات الوسط يعطيو حلول معناتها في عمق المعمول بيه هو المعمول بيه وزيد احمد كي تجي انت ملاعبي سواديزون هو رقم واحد في الفريق ما ننكروش اللي كاليتين تاع البلاي مهما تكون النجوميه نتاعو في الفريق راهو ما عندوش الحق راهو يخرج على البلان ديسبلين تكتيك ما عندكش الحق مهما تكون نجوميتك يعني باش ترجع بالفاصون هذيك وتولي تحب تعمل دياغونال انا جبتك باش تولي فوضى تتسمى ولهنا في تفسيري انا اني عشت مع مدربين وعشت مع ملاعبيه يعني البلايلي ليبر المدرب ما ينجمش يفرض رايه على البلايلي مهما يكون البلايلي يعمل كش حد في التيران مهما يكون اسم الملاعب انت مدرب دو كاركتير تفرض عليه وبالوقت راهو انا يعني نحسه هو اعطيهم حريه هو ساس باش يدخل وسط التيران حريه الغادي ما ثماش حريه فنيه ولا تكتيكيه بالطريقه انه راه البلايلي يجي قدام لاكس سنترال ويحب يخدم خدمه البيفو فما حاجه نسيتوها تحكيتوا على الروندمون تاع البلايلي وفيزيكمون تاع مشانو للجزائر اي قالها عم مجيد مشانو للجزائر ترينا ما ترينيش وكيفاش يلعب التيتولير كيفاش يلعب التيتولير شوف لازم تكون حاضر في لونتريمون باش تفهم فلسفه المدرب انا حاضر هو يدخل البلايلي وساس كما قال يدخل الوسط ويخلي الكلوار للزريه نتاع الاسبيرونس مش قاعدين نعطيو في هذاك لابور اوفونسيف دونك كيف ما تمشيش هذيك بلالي راه مش يلعب فوضى تكتيكيه مش صحيح بلالي وقت ما جاتوش الكوره ما خلطتلوش يولي يرجع باش ياخذ الكوره باش يلعب ليكيب خاطر ما خلطتلوش الكرة البلادي مش هي مش فوضى تكتيكية سكر عليه مارك انزاري سكر عليه السكوير تاع ولا يرجع باش ياخذ الكرة باش يعمل كروس فيرسال هو يقرب ويلعب كرة تصير رونالدو ما يمسش كرة يرجع ياخذ كرة الملاعب يقرر يرجع للبوست غادي انا مدرب نلقى له حلول يا مجد الملاعب زاد عنده انا نحبك تسمعني باش يجي الملاعب يقيد باش يمشي مدرب يقيد ملاعب ما يلزمنيش باش نفسر لك باش يمشي مدرب يقيد ملاعب اسمعني انا باش نسمعك انا باش زاد اسمعني زاد لاني سمعتك الملاعب البلالي الكترو ليبر ما يجيش مدرب يقول له اقعد على اليسار ما تتحركش نجم نكلمك ما يرجعش كما قال نجم نكلمك نجم نكلمك ما خدتلوش كوره مجد نجم نوصل لك اخر كلمه نجم نوصل لك باهي ونختم واه سي بون ترجع فنيا يزيد لهنا دور المدرب ايجاد الحلول باش توصل الكره للبلايلي ماهوش البلايلي باش يلقى الحلول لازم المدرب يخليه في البوست نتاعو ويحاول يبدل الانيماسيون كامله باش تقلت الكره للبلايلي لونتونور الى ريكتيفي زيميتون اسبيرونس ولا تلعب وحدها باهي علاش غير شونجمون تاع لونتونور ما عطيو حقه زيد هنا في زيميتون علاش اسبيرونس بدل وجهه خاطر بلي شونجمون يوسي نتاع لاريير عزوني ومتاع كوناتي كابتن تعرف علاش حسك اسبيرونس خاطر المدرب زعما تو هنا في دي شونجمون خاطر المدرب خرج تقا من مرحله تطوير الهجمه وياخذ الكره بظهره وحطوا شير ترامي بوشنيبه ولا هو انا بوي رايد بوشنيبه ولا هو انا بوي ولا معناتها محطه يستندوا عليها ملاعبي الترجي ياخذ الكره ويسنتر هذه المشكله نتاع الاسبيرونس انا حاجه واحده نقولها يلزم راك تدرب الترجي يلزم تخلق افكار يلزم ما تكونش مقروه انا مثلا في لعبه كيما البارح ما عندي مشكله نتاع رودريغيز مش حاضر لعب ساس انفو نوف لعب ساس نجرب اي انت عندك اتاكونيات شفنا الطفل كادا ما شاء الله عليه ما عندوش خيسار باش يلعب اتاكون ساس ليه ساس عنده لك اخي انفو نوف انفو نوف يصلح انا نحكي على الترجي امام ثراء الرصيد البشري نجرب نحاول علاش ما يلعبش ساس عندك كادا تبارك الله عليك تفلس باش مركا قارير دروا قوي في الفكان قوي في الكوفيرتور يعني عندك مدافع دو اللي على اليمين نجرب ما حلول كل حلول قال عبد قبل على اليمين وما عطاش الاضافه معناها ما عندوش خسائر في على الجهه اليمين مش اي معناتها باش تقعد تلعب ستيكه كيكا الادفيرسير كل يسكر على الفيل تاع سبيرونس سجل منطقه صوت نتاع تقا صوت راجم عنده هو يتقام وقتاش بعد كنا كيبدلوا البوست نتاعو ما بدلوش عارف الوسط نتاعو خذ عزوني عاد خذ عزوني ليبرتي شويه تحسن ميتروفينيك كي القاش كنا نختم لك ونسكر لك الموضوع هذه راي شامبيونا غدو يغلط في الشامبيونز ليغ
راهمش لي زادفيرسير نتاع البطوله تحكي على الاهلي وصندام تستقل كلانكار وتعمل قراءه خاطئه في التشكيله تبي كاش ليخا نكونوا واضحين معناتها هو بيدو يزمو يديرك المدرب انيس في الاسبيرانس في الشامبيونز ليغ تتبدل ملاعبين بيدو يتبدلوا مش الاسبريم تاع شامبيونز كيما الاسبريم تاع شامبيونز ليغ اكد لك هذا باهي خامشي الموفيولا مع مختار دابوس المقابله اثارت برشا جدل تحكيميا موفيولا وبعد نكملوا حصتنا اليوم باهي برشا جدل مختار على البينالتي نتاع اللي خذاها ترجم في تونس رجع بها في المقابلة وجدل أيضا حتى المافيولا اللي عملها سليم المرواني في الأحد الرياضي كأنه خرج ترجي مظلوم في المقابلة كيف كيف عن الجدل الآخر خلينا ناخذ رأيك في اللقطات الكل في المقابلة هذه أنت مختار دابوس والله يغزلي أنا كنت اتصلت بالحكم الحكم هو بيدو مظلوم سيدي مش قبل ما نوصل للستاد تونيزي ظلمت أنا نحب نعرف الجولة الرابعة نحن الرابعة ولا الثالثة نحن الثالثة معناها الوليد معناها من الصيف اللي فات لليوم ما زفر حتى ترح تهبطوا في ماتش شوكي من هكا في العمر هذايا معناها ما عملش حتى ماتش في زفر دخلتوا على الأقل في ماتش تحسوا ينجم يدخل فيه يقرأ لي روبير متاعه ويعرف وين ياخذ تعرف غلطة الوليد شنو هو باش نقولها توا وجماهير الملعب التونسي لازم تعرف والله الوليد راهو زفر حسن النية نعرف من بعد شقول ايش نعمل بيها وش كذا لكن تهم كي كونك نقول لك راهو الوليد اسم اخر متاع عربيت نجم نقول لك راهو حسب بعد تراش راهو نحكيه على جمهور وليد صغير في جمهور كيما ريناه امبارح هو حتى مع روحه حتى مع مقراش بالكدي ذهنيا ما حضرش يقول لك انا في رادس وترجي خاسر اثنين ما نعرفش شنو خمم يقول لك انا في رادس هو يخمم هكا يوسف يخمم هكا وليد اسمعني يعني نحكي لك على يوسف يخمم هكا المفروض ما يهموش ليه نحكي لك نحكي لك انا نعطيتك عاد مو تبع لونشينمون تاع الافكار نتاعي قلت لك ما عمل حتى ماتش اليوم اول ماتش تحطه في ماتش كيما هكا ديربي بس بال 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 ما نعرفش انا كيفاش نقول مازال الوليد راهو صغير انا بالنسبه لي انا اللجنه التعيينات لازم تعاقب روحها قبل ما تعاقب الوليد هذا اللي ناكدوا لك اللي كونه الوليد راهو تصفيره كان انا شفناه اخطا البلانتي يا سيدي يعني مريناش الكفرونات صفروا الكل اللي دون الوليد مازال بينالتي فضيحه مش مدخلنا بينالتي مش مدخلنا في لحظه الوليد تعطيكم تعلقوا بعد تعطيكم تعلقوا قلت لك البينالتي فضيحه معناها يا سلام يحكي يقول لي اربيتر لي جون انا مش مدخلني فيه لي جون انا اكيد لك انا خليني نكمل لك خليني نكمل لك نحكي تو كنت تحكي بي انت مدخلني شيء خليني نكمل لك ليه ميسيرش ندخل معك نتفاعل معك شويه مختار خويا لا تو تواش اللي لا ميسيرش تحكيميا القانون يطبق على العباد الكل انت تواش في العمران ذبحته غلطت بيكاش خويا لا تقول لي هذه مستقبل لحد شيء خويا انا بالنسبه لي انا عطيتك انا بالنسبه لي انا راني مانيش في كومبيتيتيف ماكش كومبيتيتيف نقصتك الجاهزيه هذا كل ما يعنينيش انا عندي ماتش قدامي تاثرت على النتيجه ما ما يكون ماكش حاضر ماكش حاضر اعلم قراني ماكش حاضر خليك كمل يحكي على خطا لازم نوضح التواش التواش ظلمه الترجي خلص نجي جويني يخلص خاطر فما جمعية كبيرة تظلم النادي الافريقي النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي الصفاقسي يخلص والملعب التونسي جمعية كبيرة وتظلم الجمعية لا نفسر لك حاجة هذه جمعيته هذه جمعية نادي الجويني راهو هو كارو هو كارو خاطر على علاقته هو كارو كان تحب يحمي جمعيته تحب ولا تكره انا كلوبيس ولا المكشخ هو موجود غاديك جمعيته تظلمت بعد ساعه شي معناتها انت تقول جمعيه الكبار سلام شي معناتها كي بتعديو مورو يقول لك ليتوال يقول لك الكلوبيس يعني استاذ تعديو عليها المورو في راه ما خليتوش يكمل فكرته لا انت حق تقول كي طلع الاربع يعني باش يقول لك ما خليتش يكمل فكرته يعني انت حق ما معطي حق لعبيد وكا وذاك شقول انت راك جاي مغشش يعني بيسير انا مغشش لا خليتنا نكمل نكمل لا 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 انت احكي انا حكيت لك واقع واقع الاربع الكبار راهو يظلموا اللي غلط في حقهم يخلص كاش انا لتوا ما سمعناش بعقوبه سيدي انت سمعت بعقوبه اي ما خليتش يكمل فكرة يعني حابب يقول لك استاذ خاطرها ما هيش من جمعيات الاكل الشعبيه ولا من الاربعه هذوكم ما صارتش عقوبه الاربعه الكبار بركه سلام شي معناتها نقعد معك في البلاتو تجبد انت استاذ تقول اربعه الكبار وانا لعبت في جمعيه كبيره نقول لك نزرع ما فهمتش باقي ما فهمتوش انت يعني لا ما فهمتوش كمل لي على اللقطات مختار خلينا نكمل ميسيرش باش ما يتغشش انيس انا الاربعه قاعد نحكي على الاربعه الكبار يعني راهو هذه معامله الجامعه من قبل
الأربعة الكبار أنتو شابر راو تظلم راو تتحاسب على البلاسة. البقية هاو يبدأوا هاو يميسيرش هانا نثبتوا وتوغدوا يخرج لك المشرف العام سيدي بيلانتي تراجي اللي حكيناها الدزة ذيك المشرف العام في الزوم الدزة اللي حكينا عليها اللي العباد الكل جبدنا نحن كخبراء تحكيمين قال أخوها اللي يفهموا برشا في الكورة هذيك راي مش بيلانتي الدزة اللي متزفرتش هذيك به اليوم تو خرج لك فتوى مختار أخويا أحكي لي على المقابلة أخويا على اللقطات المقابلة ريناها العبيد الكل ما فيهاش اجتهاد انا تبدا الحاجه العبيد كلها راتها راني ما اجتهدتش فيها جوار التراجي كسر الكره ريناها حتى قبل ما يصير الكونتاكت مع ديفونسور استاد هو عثر طاح وحده معناها ما صارش حتى كونتاكت الاربيت يمكن اللونغ دو فيزيون تاعو كانت ماشي واضحه مع شويه بسيكولوجيكمون ما تخدمش بالكدا الوليد غلط زفر بيلانتي ما كانتش في محلها الى فوسيه لو ريزولتا دو ماتش عاود نقولها باثنين اثنين اللي خرجت راو الاربيتر اثر على نتيجه المقابله رينا من بعد فما لقطات اخرى الترجي طلب زوج ركلات جزاء زاد واحده الكادا واحده البليلي وتحدث عليهم مسلم مرويني في الاحاد رينهم 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 مسك خفيف ما يرتقيش لضربه جزاء كيف كيف حتى مطالب بليلي ريناها ما ترتقيش لضربه جزاء حل يده حل يده صحيح والبليلي طالع ديفونسور لا نية له باش يضرب البليلي والبليلي أصلا ما تمسس وما فماش تصوير المشكلة توا يحكم مافيولا لحد رياضي يحكم على لقطة وما يجيبلكش التصويرة اللي باش تسكت العباد الكل مسك خفيف يقول لك أنا كي قلت البيلانتية ذي متاع التراجي مش موجودة خليني نرقع بزوز بيلانتيات هاك رديت الريزولتا 4-2 انت هنا ضربة جزاء اللي تعطات للتراجي غير موجودة والتراجي ما عندهش ضربات جزاء أخت هذه حابين يعني. تقول ماجد بسرعة خلينا نسكر ومين فهمت على مقابلة هذه كل واحد الناس كل يونانيين الأولى مش صحيحة الناس كل وتقول مسك خفيف يوسف الصافي إلى ديزيكيلبري كذا شوية في الأبوي بتاعه إلى ديزيكيلبري وذيك أنت وش تهد الأربيتيش بتاعتها وش تعطاش أما فما كورة بلالي خارج راس راس وماش أرجو ماش راس راس عم مجنب زاد علي سار ماش أرجو غلطة ما مجنب علي سار مش راس 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 مبالغ فيه لا ماشي لا ماشي عاود ما شفته ومتأكد منها علي سار على الجهة اليسار الكونترول بتاعه باش يمشي الكونترول باش يمشي في لو بوت هذيك زاد أكسون دونجوريوس ناحيتها وفما أكسيون أخرى زاد مهاجم تراجي في تسلل وخرج راس راس وحطها الفوق وهو كان في متصل فما غلطة هنا يعملوا فيها أنا غزولي برمش قولك حاجة البيلانتيكي من هذيك اللي لعبت كرة راي مش موجودة ما بالك انت تلوم على اربيتر باش يرى لك فوت كاشي بتير من تالي معناه ومش لازم يكون الاربيتر قريب راه هنا نرجع نقول الاربيتر قريب شفت ما هذوما حاجات هذوما الاربيتر هذايا طلع واسمه المع في الفار هذوما كان رجعنا بالفار راهو اعطاه حق الترازي واعطاه حق الملعب التونسي اسلام اسلام تعليق بعشر ثواني مع الجماعة انا اللي نقوله في المسألة هذه لا ذنب للترجي التونسي ولا دخل لها في أنه الأربيتر زفر لها بيلانتي ولا دخل للنادي الإفريقي أنه أعطاه زوز بنتويت في تسلل لا رياض بنور مشى الأربيتر قالوا زفر لي بيلانتي ولا كذلك هاكل دخل النادي الإفريقي مشى الأربيتر ولا جوج قالوا ما تزفر ليش علاش الناس تخلي الأربيتر وتهاجم الأندية هذا مش معقول شوفي معناتها في حملات على النادي الإفريقي وعلى الترجي التونسي خطر أخطاء تحكيمية اللي نقوله في خمسة ثواني التحكيم للأسف في تونس أجرم في حق الرياضة التونسية وغير نتائج مباريات و انتزع نزع الاستحقاق الرياضي لبطولتنا فقط تصحيح استحق تاخذ بطوله ليش ناس استحق تطيح ما تحتش تصحيح الحكم راه تعاقب ما تعاقبش بعد الماتش ديريكت الجمعه اللي فاتت الحكم المساعد تعاقب من غدوه بعد الاجتماع التقييم نهار الاثنين تعاقب الحكم معناها مش في نهار الماتش باه نمشيو فاصل موسيقى بعد بربي اسلام فما وضعية اخرى خليني نكمل لك خليني نكمل لك بالله بسرعه خلينا نكمل الحقيقه توا الاربيتر انا سيدي ذبحناه لكن من بعد تجي قدام فيستير سبان اللم ووضعيات الحقيقة معناها حتى المسؤول في الملعب التونسي سي محمد بلايش معناها حتى بيده يعمل وامه وكذا راهو ما تجيش توا انت فما عنده لجنة هاي باش تعاقبه باش يقعد حتى يمكن لاخر الموسم ما يزفرش وتزيد والمعلومة حتى خاصة الوليد امه متوفية تلز مسكين باش يمشي المركز المدينة الجديدة يقدم شكاية الحقيقة ما حبيناش تكون من مسؤول من ملعب التونسي ونتمنى لو كان بعد ما يتعاقب الوليد هذا المسؤول هذا نائب رئيس الملعب التونسي يخرج يعتذر سيف الورتين أمه متوفية وما كانوا سب لأمه واضح باهي سكر القوس متاع المقابلة هذه نمشي موزيكا وبعد نكمل بقية حصتنا اليوم